سؤال آخر تقول: أصيب والدي بمرض عضال ألزمه الفراش 15 عاما، وكان حريص في حياته ونشاطه على العمل الصالح. فضيلة الشيخ، في هذه السنوات هل يكتب له العمل الصالح مع أنه كان لا يتحرك إلا ببصره؟ نعم، يكتب له إن شاء الله عمله الصالح، لأنه ما تركه زهدا فيه، وإنما تركه لمانع. وقد جاء في الحديث أن المسافر والمريض الذي كان له عمل صالح ثم عجز عنه، أنه يكتب له أجره يوم إن كان صحيحا وكان يؤدي العمل الصالح. نعم.